السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بارطاجي معكم واحد الشهيوه ولا شيوه تقدروا تغدوا بها علاش لا. المهم انا جبت اللوبيا، نقيتها الصراحه على جوج. انتم ملي تكرتوا تقدروا تقسموها على جوج ولا ثلاثه على حسب اللوبيا اللي كانت غريبه، بصح قسموها على ثلاثه. والخيز جوار البنات ضروري ديروا بهذه الطريقه، هذه كيكون كارو هكا طوالين طوالين، اما غلاد اما رقاق اللي حبيتي. غير المهم يكون على هذا الشكل هذا بالضبط. ولا عندك البروكولي زيدي، ولا عندك حتى القريعه زيديها. واذا كانت القريعه تكون نفس الطريقه ديال الخيزو، يعني نفس تقطع حيت تقطعها كتلعب دور كبير في البنه. كنضيف هنا شي ديال المليحه، كندير كلشي كيتسلق دقه واحده. هذه اللوبيا والخيزو حيت اصلا كيطيب، يعني كياخذوش الوقت بزاف هنا يتسلقوا ليا. زدت لهم انا شي ديال الزيت العاديه اللي عندك، زيت البلديه ديريها، وكندير البزار فقط، ما كنزيد حتى شي عطريه اخرى. اهم حاجه باش تجيك الخضيره هكا نتو زوينه هي انك تجهدي لها البوطو، تحركي ديما من تحت للفوق هكا. انا ماشي حاجه ديال سباتيل باش هكا ني كطيب لك مزيان وكتجمر. كنجيب البنات هنا واحد لافوكا، وكنجيب الطون، يعني الطون على حسب نتوما شحال في الدار. المهم الطون اما ديال الماء، اما طون بلا، اما طون صفي من الزيت. كنجيب الخبز ديال الطورتيلا اولا الخبز ديال الطاكوس. انا عندي هنا الخبز ديال هذاك العيش اللبناني، درت ليه هنايا نص كيريه، تقدري ديري كيريه كامله فماجه كامله. درت نص لافوكا، كتجي لافوكا واعره، جربيها. ودابا راه اصلا لافوكا تبارك الله راه موجوده، وثمنها راه جد مناسب. عرفتي هذه شي ورقه تجي كتحمق، كتجي زوينه 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 بزاف. المهم ما ديروا لافوكا كانت تكون طري، يعني باقي خضره، حيت الكو ديالها كيكون زوين كثر، يعني المذاق ديالها كيكون حسن انها كتكون طايبه بزاف. غادي ندير ليها شويه ديال المليحه في الاخر، غير نسيت انا ما ضفتهاش في الاول. والطون حاولي تكثري الطون في كل نص ديال لافوكا. مثلا عندك كان انا شريت الطون هذا الكبير، قسمته على جوج ودرجو في الساندويتش، حيت تبارك الله راه فيه بزاف. هاكا نضيف في الطون، وتقدري عندك الكفته ولا الدجاج ديريهم، داكشي كيبقى اختيار ديالك. ولكن لافوكا مع الطون كتجي واعر. انا غادي نضيف شويه ديال المليحه، حيت قلت لكم راه نسيتها في الاول. المذاق ديال الساندويتش البنات كيجي مزال، كيجي زوين 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 بزاف. المهم الطريقه اللي باش لويت، وكيف ما كتشوفوا ردي راه ديجا نقيين بهذه الطريقه هذه، كيتلوى وكيجي الصراحه زوين، يعني ما كيتحل حتى شي حاجه. اهم حاجه انا الطون صفيه من الزيت، خاصو يتصفى مزيان من الزيت. هنايا كنحمرو كنجمرو شويه من بين الجناب كاملين. بغيتي تحمري حمري، ما بغيتيش ما تحمريش ماشي مشكل. الشكل النهائي ديال الخضره كيجي بحال هكا، كتجي فنه. والساندويتش هذا هو الشكل ديالو بنين، الا جربتي ما غاديش تندمي عليه، كيجي المذاق ديالو واعر بزاف. اما الخضره كتجي كتهبل، خصوصا الا عندك البروكولي وعندك القريعه، راه كيجي مذاق ياس. انا مجربه بنفس الطريقه، ورد عليا خبر وجربي الساندويتش وما غاديش نتمني. بالصحه والراحه.